لم يتركوا الردة، لو تركوا الردة ما كان هناك إسلام، كان انتهى الإسلام منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالوقوف أمام الردة هو الذي أبقى الإسلام. وفي آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض أن يقتلوا أو يصلبوا، جاء عن أبي قلابة وغيره من التابعين، إن هذه جاءت في المرتدين، وجاءت أحاديث كثيرة، مش حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أحاديث كثيرة عن عدد من الصحابة يعني في أن يقتل المرتد. حديث ابن عباس: من بدل دينه فاقتلوه.